عام خامس تستعد الموصل لدخوله ما بعد الحرب، وما تزال بعض مناطقها تنزف وتعاني، ومشاهد الخراب والدمار فيها شاخصة، وسكانها ما بين مهجر داخل المدينة ونازح خارجها، وقرابة 1000 عائلة لم تعد إلى مساكنها في المدينة القديمة، وأكثر من 100,000 متضرر لم يعوض حتى يومنا هذا. لا زال أثر الدمار واضحا جليا على هذه البيوتات التي تعد يعني تتجاوز عدده أكثر من 500 بيت. لا يزال هذه البيوتات مهدمة، أهالها يسألون عن مصيرهم، هل سيعودون إلى بيوتاتهم؟ يعني هاي 4 سنين أو 5 سنين مرت على تحرير الموصل، احتمال راح تتأخر بعد إلى 5 سنين أو 4 سنين بعد مستقبلا، وراح نشوف نفس هذا الخراب والدمار. يعني اليوم العوائل لسه من تفوت جوا وتشوف العوائل وتسألهم يقول لك احنا ما متأمنين اصلا من الحكومة شيء. خسرت المحافظة اكثر من 90% من البنى التحتية، سواء من الجسور والمستشفيات او المدارس وأبنية الدوائر، وتتوقع الحكومة المحلية فيها انها ستبقى على حالها ل3 سنوات قادمة على الاقل حتى يعاد اعمار ما دمر بسبب الحرب، أي أن عقدا من السنين العجاف كان من نصيب أهل هذه المحافظة بسبب أعنف حرب في التاريخ الحديث شهدتها نينوى. تقديري كمهندس تحتاج من الآن تقريبا ما يقارب السنتين إلى 3 سنوات وتعود الموصل أفضل من السابق بكثير. الآن هناك كثير من الخدمات عادت أفضل من السابق، وحقيقة خطتنا كمحافظة نينوى أن نعيد الموصل أفضل من قبل عام 2014. قرابة 11,000 وحدة سكنية تضررت في الموصل، ومثل هذا الرقم من الضحايا وأضعافه من الجرحى والمفقودين، وربما تطول قائمة ما خسرته هذه المدينة بسبب المعارك التي شهدتها خلال السنوات الماضية. أكثر من 4 سنوات عجاف عاشتها الموصل، وهذا حالها اليوم، ومن يدري قد تعيش 4 أخرى مثلها إذا بقي الوضع على هذا الحال. من الموصل القديمة، محمود الجماس، قناة التغيير.